السلام عليكم أعزائي المشاهدين. بعد تهيئة المكان للطلاء نقوم بوضع طبقة من الساتين باللون الأسود. بعد جفاف طبقة الساتين سوف نقوم بوضع طبقة من جل الكراكلي بهذه الطريقة. بعد جفاف جل الكراكلي تماما نضع طبقة من الساتين باللون الأحمر الغامق جرونا. بهذه الطريقة استعمال رولو حجم صغير. ثم نترك بعد وضع طبقة الساتين باللون الأحمر الغامق نتركه ليجف قليلا، وسوف تظهر الشقوق الكراكلي تدريجيا. بعد جفاف الكراكلي تدريجيا تظهر هذه الشقوق بهذا الشكل. لا تبخلون باللايك واشتراك في القناة تدعيما لنا ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.